وجه الفنان اللبناني النجم ملحم زين رسالة إلى جمهوره طلبهم فيها بالبقاء في منازلهم والالتزام بالحجر الصحي مع بدء أزمة كورونا، ولكن أخذ الأزمة بإيجابية وبطابع أكثر جدية. ينضم إلينا من منزله في بيروت النجم اللبناني ملحم زين. ملحم، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. اليوم كيف يواجه فنان متميز مرهف الإحساس هذه الأزمة التي يمر بها العالم، وأي رسالة يوجهها إلى اللبنانيين وإلى جمهوره الكبير في الوطن العربي؟ حبيبي روبير، أول شيء مساء الخير لك ولا شانتال، مساء النور. تحية لسكاي نيوز. أحكي بالعامية، ما أحكي بالفصحى، اسمحوا لي. موضوع الكورونا موضوع فرض حاله على الكوكب كله، والعالم كله عم يعمل ريفرش عن جديد هلا. بقى بالتالي ما كان فينا الا من يعني نخلي الناس تاخذ الموضوع على محمل الجد، لانه القصه منها مسحه، قصد ارواح كثيره. لليوم 210,000 حاله وفاه حول العالم، 3 مليون مصاب. بقى شوي بلبنان بمحل ما انا بهالبقعه الجغرافيه من العالم، اول ما بلش كنا اخذينه شوي بهيك باستهزاء انه ما في شيء وكذا وكذا. بعدين لقينا انه لا، الموضوع جدي والموضوع بده توعي، يعني بدنا نشتغل بتوعي الناس على موضوع كورونا. لذلك كان لزاما علي انه اطلب من الناس تعمل حجر صحي، وانا ليومك هذا عامل حجر صحي. لهذا اليوم بعدني عم روح على بيت اهلي ماكسيموم اذا بشوف بي وامي وبرجع على البيت. بس قبل ما اسالك ملحم عن الاهل، عن اهلك اللي بعرف انك مضيت فتره طويله بعيده عنهم، العائله بالبيت اليوم كيف ترى ملحم زين الفنان اللي كان مشغول بكل شيء معهم دائما في البيت؟ والله هيك كان اختبار كبير الي انا، لانه كنت خايف ما يتقبلوني كثير. بتعرفي الفنان بيبقى هيك عنده مزاج خاص، عنده يعني حالي خاص، هيك بيبقى هيك عنده عالمه الخاص فيه، ما بيتحمل كثير ضغط عجقه، ما بيتحمل كثير اولاد، ما بيتحمل كثير اشياء حوالي تعمل ضجه. انما انا يمكن هاي الفتره من احلى فترات حياتي من 15 سنه لليوم، لانه شفت اولادي كثير، قعدت معهم كثير، اعطيتهم كل وقتي لانه ما في شيء اعمله. بالتالي انا كنت سعيد جدا بهذه الفتره، لو كانت فتره صعبه، انما دخيل اسم ربنا، هيك اراد، يعني هيك ارادت الامور تمشي. كنت سعيد جدا، مبسوط اني قاعد معهم ولليوم مبسوط. بس اشتقت للحفلات، اشتقت للصخب، واشتقت للناس وللجمهور. هذا الشيء بدمي، ما فيني انا ما اشتاق. ملحم، يعني قبل العوده للحديث عن حياتك الفنيه واللي كلنا اشتقنا لها، انا وروبير وكل الناس اللي عم بتتابع، عرفت انك رجعت زرت الاهل، كنت كثير خائف عليهم، كيف لقيتهم بعد الحجر الفتره الطويله؟ انا بي وامي عندهم سكري، عندهم مرض السكري، وبيدخنوا اثنيناتهم. كنت كثير خايف عليهم، منعت حالي عنهم اكثر من اسبوعين، منعت كل اخواتي عنهم، منعت كل اي حدا يزورهم، عقمت البيت عندهم، كمامات، سانيتايزر، كل ما يلزم انهم يكونوا بخير وبسلامه، واكيد الحامي ربنا. بعدين رجعت شفتهم، وليومك هذا هن فعليا ما عم يشوفوا حدا ابدا. يعني للاسف بلبنان بلش الموضوع ياخذ انه خلص تعبنا. بس هيدي كارثه اذا الموضوع فلت بلبنان، مشكله. وانا هون بدي نوه بالامارات وبدوله الامارات كحكومه وكوزارات، لانه لليوم عملوا 1,300,000 فحص بي سي ار، رقم متقدم جدا. صحيح، الرقم الاكبر عربيا. بدل على انه دوله متقدمه ودوله قادره تقوم بمواطنيها وتحفظ سلامتهم. بدي احيي الامارات وبدي اقول لهم نحن وياكم سوا ان شاء الله دائما. الله يحميكم، والامن والامان يضل موجود بالامارات وبكل الوطن العربي، بالسعودية، بلبنان، بأي بلد عربي بنعتز فيه، بهمنا ما حدا يسيبه شيء أبدا. كل الجمهور اليوم العربي ينتظر بأنه يرجع ملحم زين إلى الساحات وإلى الحفلات، وأنت أيضا في اشتياق، أين ستكون الزيارة الأولى عندما تغادر بيروت؟ روبير حبيبي، كان في كذا حفلة قبل كورونا، كان في كذا حفله بكل بقاع الارض. كل شيء التغى، كل شيء وقف، لانه فرض حاله فرض. بعتقد اول تحرك اذا خلصنا عم نقوله بشهر 7
حيكون في اللقاح موجود او بشهر 8 حيكون عندي تور بكندا مفروض 5 حفلات بكندا اذا ربك يسر وقدرنا انه نطلع. بس ان شاء الله انا بتوقع انه بعد العصر دائما يسر ان شاء الله، ربك بيسر دائما والامور رح ترجع لما مربع الاول، نرجع بخير وبعافيه. مع كل هالإيجابية يعني يلي كل من يعرفك ملحم عندك طاقة إيجابية بشكل كبير جدا، كيف ستمضي شهر رمضان المبارك ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة وأيضا فترة العيد بإذن الله؟ يعني رمضان هو أنا من الأول، أنا من قبل ما أكون فنان بيعنيني العيلة. يعني أنا بشجي رمضان هو 30 يوم أنا بعتبرهم هودي إجازتي من كل شيء اسمه حفلات وبروفات وتصوير استوديو وبرامج، بعتبر انه هودي 30 يوم هني هودي الي انا لاولادي لمرتي لامي لبيي، فما بالك اذا في كورونا يعني عم يكون اكثر اكثر مع العيله، ما عم شوف حدا ابدا، عم كون مع العيله. العيد كمان معهم باذن الله رح يكون، رح اجمع العيله كلها اللي هن الانضاف طبعا، ما حدا عنده شيء الحمد لله انضاف من كورونا، يعني حنجرب انه نعيد سوا. رمضان شهر عبادة وشهر هيك تأمل وشهر يحس الواحد بالناس المحتاجة إن كان بلبنان ولا بكل الوطن العربي. شهر فضيل عن جد، يعني أنا كون سعيد جدا برمضان. ملحم سؤالنا الأخير لك، ما الذي سيتركه أو تتركه كورونا في حياة ملحم زين بعد ما تنتهي الله راد؟ كورونا حتترك بحياتي أول شيء، إذا بقول لك قديش كنا خايفين على الأولاد وخايفين على، أنت تعرف الولد جهازه المناعي ما بيكون اكتمل يعني بعمر 3 سنين وسنتين وكذا. الناس قربت لربها أكثر بفترة كورونا. أنا ما عم بحكي هلا دين، أنا ماني شيخ، إنما هذا اللي لمسته بكل العالم. صحيح. الناس فعلا رجعت لجأت لربنا. كورونا مش بس بشخصية ملحم زين، أنا برأيي الكوكب كله ما قبل كورونا شيء وما بعد كورونا شيء على كافة الأصعدة. في دول كانت كتير وضع جيد، يمكن كورونا أثر عليها والعكس صحيح. أنا كشخص بحس أنه تعلمت كيف حافظ على عائلتي، لقيت حد قادر أن يكون بالحجر الصحي وقعد 2 أو 3 شهور، وهذا الشيء ما كنت عارفه عن حالي أبداً. تعلمت اكسب كل دقيقة مع كل اللي بحبهم، لأنه فعلا واحد ما بيعرف أي لحظة بيصير أي شيء مع حدا بحبه. تعلمت أني أعطي وقت أكثر لعائلتي ولأحبابي ولكل من حولي. مع هذه الإيجابية كل الشكر لك النجم اللبناني ملحم زين، رمضان كريم لك وللأسرة وأيضا لكل اللبنانيين ومشاهدينا، نحن بانتظارك. أنا كمان بشكرك. شكرا.